السلام عليكم. أقدم لكم اسمي، أنا مواطنة. أنا متوفى لي أخويا الكبير، هو اللي كان كيخلصينا الواجب ديال الكير من الدار. خرجنا من الدار، حنا عائلة، أنا والأم ديالي وبنتي عندها تربية، عندها عام، وليداتها كلهم هما معايا. ما بقاش علينا هاد المدة ما بقاش علينا، ما عرفنا حاجكم في الدين، واش اليهودي ولا اش يكون. كنعرفو المسلمين كيحنوا على بعضياتهم، المسلم خوهم واختهم المسلمة، لأننا حنا دم إسلام ودم روح إسلام، مواطنين بحالنا بحالو. هذا ما عندوش وليدات ولا تبقى لهاديك الدار. دابا أنا سيدي أخوتي، أنا كنعيش في هاد الحالة متشردة في الزنقة، أنا والأم ديالي كتبلغ منها مرأة 85 عام، والتربية ديال بنتي مسكينة، والوليد تاهويا عندو يلا عندو 5 سنين، والبنية الأخرى بنات هادو بنات بنتي عندها مسكينة 11 عام، والدري الكبير كاع في ولاد بنتي عندو 14، والأم ديالي كتموت ليا البارح، دخلتها للإنعاش وخرجت بخير حيت مرضيت الوالدين. ومن بعد هذا رغم ذلك ملي خرجت بثلاث ايام طحت انا في الفراش، لان البروده قدات علينا، دازت علينا الشتا والبرد والماء نتسردو، والحاله ما هي حاله. انا كنطلب الله تبارك وتعالى، ما دام الله يعاون العبد وما دام العبد يعاون اخيه، انا كنطلب الله تبارك وتعالى هاد المحسنين اللي انا كنهضر معاهم ونتكلم معاهم مباشره، رحموني وحنوا عليا، راه ربي يحن عليكم، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، راه ما كيدوم الا وجه الله الكريم. انا بغيتكم تشوفوا من حالي وحال مويبتي وحال بنتي اللي مطلقه من راجلها، وكانت كتعيش معنا حتى هي في المحل نصف العنوان، ومشرده معايا حتى هي في الزنقه، راه واحد العائله لا يهتد لها. راني تقطبرت من البرد، ودخلوني للعناش وخرجت، ودخلوني مرة ثانية وخرجت، علاش؟ حيت مرضت الوالدين ودير أم وكرداها. الله تبارك وتعالى هو اللي عندنا، ما عندنا لا عائلة لا والو، عندنا الله وسيادتكم. أنا كنطلب من الله من جهاز المحسنين اللي كيشوفوني دابا مباشرة يحنوا ليا وينقذوني من التشرد، انا وليدات بنتي والعم ديالي اللي كتبك ليا، والعم ديالي راه متوفي ليا، ما لقيتش لهم الجد. الجد الا جدي الله الكريم. اخوتي انا مزوقه فيكم، نقذوني اخوتي نقذوني، راني تنموت اخوتي، راني تنموت تنموت تنموت، ايديا ما بقيتش نتنزل بالبروده، امي كيدرها راسها ورجليها بالبروده. انا كنطلب من الله يخلي لكم الوليدات ويرجعهم لكم ويجازيكم بخير، راني انا محسوبه منكم ومواطنه بحالكم، الله يحفظكم اخويا وشكرا. نعم دابا وانانا، نعم اخويا وانانا، من النهار اللي تشردنا فرغنا من الدار ما تسموا حنا هنايا. وكيف كديروا بالليل مع البرد هنا؟ البرد وكيضربوا بينا الشفاره وما كنعسوش اخويا، ما كنعسوش، كنبقاو فايقين معاهم، كنضلوا النهار كامل حنا فايقين، وكنضلوا النهار كامل حنا فايقين، ما كنشوفوش الناس، لا انا لا امي لا وليدات بنتي ولا بنتي. كنطلب الله والمحسنين الله يجازيهم بخير اللي كيشوفوني دابا وكيتصنتوا الكلام ديالي، الله يجازيهم بخير. راني تقهرت بزاف، امي كثر وكثر، لانها امراه 85 عام، هي ماشي 62 ولا 70 ولا 50، 85 عام اخوتي، راه صافي مسكينه، راه امراه كبرات. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.